الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الإخوة من قبلي جزاهم الله خير يعني علقوا على هذه الأحداث التي وقعت في الأيام التي مضت من مخالطة جماعة أنصار السنة لأهل الشرك والبدع، لكن أنا دار أضيف إضافات بسيطة جدا. وطبعا الوسائل بتاعت التواصل نقلت للناس الصور، ومعظم الناس شاهدت هذه الصور اللي هو لقاء رئيس المركز العام لجماعة أنصار السنة الدكتور إسماعيل الماحي مع أولاد الكباشي، وجايبينه في واحدة من الصور وهو يصافح ولد الكباشي، وفي صورة أخرى يأخذه بالأحضان، وفي صورة ثالثة قاعدين بيأكلوا لهم أظن في كبسة ولا ما بعرفوا شنو. فده كله يا أخواننا إن دل إنما يدل على أن الطائفتين أعني أنصار السنة والصوفية ليس بينهما خلاف، ما في بيناتهم أصلا خلاف، لأنه أنت ما ممكن صوفي يزعم أن غير الله يقول للشيء كن فيكون، وشفتوا بعيونكم موجود في وسائل الإعلام في قناة النيل الأزرق، ولد الشيخ الكباشي قال مما أكرم الله أبونا الشيخ الكباشي إنه أعطاه الدرجة الكونية بحيث يقول للشيء كن فيكون، دي في قناة النيل الأزرق، ولد الكباشي إبراهيم الكباشي قال أبونا الشيخ بيقول للشيء كن فيكون، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أين أنتم يا أنصار السنة من هذه الآية؟ وين أنتم من الآية دي؟ أنا ما أنا دار أعرف أنصار السنة دايرين من الصوفية شنو؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فلله العزة جميعا يا أنصار السنة، أنتوا الناس دايرين منهم شنو بالضبط؟ إذا مرة جايب ولد الصائم ديمة في المركز العام، ومرة ما تعرف المرشد العام للطريقة السمانية، وهسي ولد الكباشي، دايرين من الناس ديل شنو بالضبط؟ الناس ديل ما عندهم شيء يا أخي، الله يهديكم. أنصار السنة ما قريتوا كتاب شرح السنة للبربهاري؟ ده كتاب يعتبر أصلي من أصول المراجع عند أهل السنة والجماعة، نقل الأثر عن يونس ابن عبيد عليه رحمة الله، وده من شيوخ البخاري، قال يا ولد يا بني لئن أراك تخرج من بيت خنثى. الخنثى ده شنو؟ الخنثى مشكل يعني ما معروف ذكر ولا أنثى. يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى خير من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان من أهل البدع. أنصار السنة ما قرأ الأثر ده؟ الفضيل بن عياض عليه رحمة الله في نفس الكتاب شرح السنة للبربهاري قال من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. تبسم بس، مش ماشي تاكل معه دجاج، الله يهديك يا أخي. الدجاج ده ما بقى تاكله الا مع الصوفيه يا اخي، امش كاك امش اي محل من المطاعم دي اكل، ان شاء الله ما تاكل ذاته دجاج. يا انصار السنه ما لكم كيف تحكمون؟ يغشوكم بكبسه، الله يهديكم، يا كبسه يغشوكم الصوفيه بكبسه، تضيعوا دين كامل عشان خاطر كبسه؟ ها الاثار دي ما قريتوها؟ من تبسم في وجه مبتدع فقد اعان على هدم الاسلام، ده كلام الفضيل بن عياط. من زوج كريمته من مبتدع فقد أعان على قطع نسلها، ده كلام الفضيل بن عياط شرح السنة للبربهاري. وقبال كلام الفضيل بن عياط النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آوى محدثا. انت قال الإيواء شنو؟ مسلم عليه بالحضن وماسكه من يده، انت دار تورينا شنو يعني؟ طبعا داري اوريك انه هذا من باب الصف واتحاد الصف الاسلامي. يا دول
الدين ما فيه كلام فارغ زي ده. داير انت تتلمى مع اهل الشرك واهل الضلال، ناس بيقولوا غير الله بيقول لا شيء يكون فيكون، ناس بيقولوا ابونا الشيخ بدي الجنة. انت ما سمعت متحة البرعي؟ في كل بلد كم ادى ولد منو كباشي يربط ويحل، في كل محل كباشي غير مس وتفل، كم ادى طفل كباشي ده هو الكباشي الماشي. انت يا دكتور ماسكه من يده وحاضنه وقاعد تاكل معه كبسه، اسال الله ان يكبس رؤوسكم جميعا ومن علم منكم. يا ناس ما ممكن يا اخي تضيعوا الدين عشان كبسه، الله يهديكم. شوف وربنا سبحانه وتعالى قال قبل ده كله في القران: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ده ربنا قال كده، قال تعرض عنهم. انت مش تقعد معهم وخاشي ومارق، لكن عشان تعرفوا يا اخواننا انه الناس دي فكوا الشغله دي زمان. الصوفيه ترى الشغله بتاعتهم ظاهره ولا ما ظاهره؟ يعني يعني ود الكباشي ده اصلا ما فارقه معه كثير، كون اسماعيل عثمان يجي يمسكه، كونه ما يمسكه، كونه ياكل معه كبسه، كونه ما ياكل، ما بتفرق معه كثير، لانه زول ده مارق دينه برا، الكفر بتاعه مطلعه برا. لكن المشكله في المواسير ديل كراع جوا وكراع برا. كراع جوا دارين يردوا بها صوفيه ودارين يردوا جماعه الاخوان المسلمين، وكراع ثانيه برا عشان يجروا بها المساكين، الدقون المساكين يجروهم يدخلوهم، يعني دارين يكسبوا كل الناس في وقت واحد. ودي شغله بتاعت نفاق. انا ما بكفر لك الناس عشان ما تقول لك كفرتهم، لا، لكن الشغل ده شغل بتاع نفاق، كراع برا وكراع جوا، ده شغل المنافقين. عشان كده ربنا قال مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، بيدنا المنافقين. لا دار يمشي عدل يمسك المنهج السلفي تمام، ولا كمان دار يفك مره واحده ويمشي يلبس له جبه مرقعه ويشيل له سبحه. انت ما تمشي تلبسها، البس الجبه المرقعه وشيل سبحه عشان نجيبك هنا وننزلك مع الناس مره واحده. لكن يا اخواننا اعرفوا تماما، والذي لا اله الا هو جماعه انصار السنه كلهم كلهم كل الطوائف بتاعته، والله ما بتقدم دين صحيح لهذا الشعب المسكين. والله دي معلومه اعرفوها، ديل ما بيقدموا لكم دين صحيح كلهم. الان زول فيهم بيتكلم ما في، مش الراس بتاعهم جابوه وعمل الشغله دي واوى اهل البدع ومشى معهم، واحد فيهم بيفتح خشمه ما في، ولو فتحوا خشم بيجيبوا لك شبهات، يقول لك هذا من باب الدعوه. يا تو دعوه، يا تو دعوه، انت دار تلم اهل الشرك دار تلمهم مع المسلمين، يا تو دعوه. وربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. الله قال كده في القران يا ناس. ربنا قال قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صار سنه ما قرأت الايه دي؟ ها، اليس لكم اسوه حسنه في ابراهيم عليه السلام؟ كده ربنا قال ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، هذا من السفه ومن الضلال. لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يغيض لهذا المنهج رجال يبينوا الصواب ويكشفوا عوار اهل الباطل واهل البدع باذنه تبارك وتعالى. اصل ما بنديكم فرصه، ما بنديك فرصه، امي شو كل الكبسه تاكل الليله نطرش عليك بكره يا دكتور ومن كان معك من الدقون الثانيين، ما بنخليك. تقال الشغله دي فاكه ولا لا 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 خلوه خلوه. طبعا في شباب ضايع، شباب ضايع يقول لك لا لا لعله 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 شنو؟ الواحد شوف بس شيخه ده ما دار يغلط اصلا. ما قلت لك هم صوفيه، الفرق بيناتهم ما كثير، ما دار يغلط شيخه ده اصلا، يحاول يلف ويدور ويقول لك هذا لعله يرى ان هذا من باب الدعوه وهذا من المصلحه. ما في مصلحه من مصالح الدعوه تلم اهل السنه مع اهل البدع، اعرفوا المعلومه دي اطلاقا. ما في مصلحه
تجمع أهل البدع مع أهل السنة إطلاقاً، ما بيتلموا. يا أخي الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لما سأله هل من المصلحة وهل من التعاون على البر والتقوى التعاون مع الجماعات الإسلامية ضد الشيعة وغيرها، ده سؤال تلقوه مسجل تسجيل صوتي للعلامة الشيخ الفوزان، قال لا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال اللي ما هو على دينك ما يعينك. شوف العلماء الكبار كيف، ما هو على دينك ما يعينك. شان صينية بتاعت كبسة الله أنا بستغرب والله، دجاج تضيع دينك بيه، دجاج يا بدقن، دجاج تضيع بيه دينك، قاعد كده وياكل وجنبه ولد إبراهيم الكباشي والله وماسكه كده في يده، والذي لا إله إلا هو ده يمسكني في يدي، ودى الكباشي ده أغسل يدي شفته 7 مرات إحداهن بالتراب، والذي لا إله إلا هو ودى الكباشي يمسكنا في يدي، تبليد ولا شنو أبدقن. وهذول الدين ده عزيز، إن الله أعزنا بهذا الدين وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما في أصلا مداهنة في هذا الأمر نهاية. النازل الشغلة دي فكوا، دي أهم معلومة أنا دار وصيلة، إياك تخد في راسك إن أنصار السنة عندهم إشكالية مع الصوفية، والله ما في أي مشكلة بيناتهم، ما في يا ناس، ده زمان كانت مكنة كانوا رابطينها عشان تجي ريالات من برا، مكنة كانوا رابطينها زمان، ونريد أن نحارب الشرك ومحاربة الأوثان والبدع، وين أسي محاربة الأوثان والبدع؟ أنصار السنة كل المساجد بتاع أنصار السنة ما يرضوا الكلام في الصوفية، وتجرب كلامنا ده شيلوا جربوا، شيل كتاب الكباشي، أمشي المركز العام محل الراس ذاته بتاع الكبسة قاعد، بتاع الكبسة محل قاعد، أمش جيب الكتاب بتاع الكباشي قول لهم الزول ده قال كده وكلامه ده باطل لأنه الله قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، شوف أنا حيقوم عليك منه. أخونا نبي الله جزاه الله خير مشى المركز العام في السجانة بيتكلم في الصوفية، قام واحد أبدقن والله أبدقنه يربطك احتمال يربطك 3 مرات كده عرفتها، قام وقال الكلام اللي بيقوله الشاب ده نحن كأنصار سنة ما بنتبناه عادل. أخونا نبيل ده شاهد الكلام اللي بيقوله الشاب ده، قال نحن كأنصار السنة ما بنتبناه، والكلام ده نحن يا ناس عانينا فيه سنين طويلة، ما تفتكر الشغلة دي ساي في أبو آدم هناك في الكلاقلة في أبو آدم، الركاني الركاني الضال المجرم اللي في المنبر بيقول مرحبا يا حبيبي يا رسول الله، قال النبي بيجيه في المنبر، هذا المجرم مسجد وسط 4 مجمعات من مجمعات أنصار السنة، مسجد الفرقان، مسجد بدر، مسجد منظمة إنسان، مسجد أبو عبيدة ابن الجراح بتاع الجمعية، كل المساجد دي بتاعة أنصار السنة، الركاني ده قاعد في نصهم، والذي لا إله إلا هو أنا سكنت 4 سنين في أبو آدم ما سمعت يوم واحد ميكروفونات النازل بيتكلموا في الركاني وبيقولوا الركاني ده على باطل نهائي، بعد الصبح بس تسمع ما يخرج بين السبيلين، ودارين نعلم الناس الوضوء وضوء، وده الماسورة اللي قاعد جنبك ده لا لا لا، مشينا نحن في الفرغان ده ذاته الجامع بتاع المركز العام، مشينا دارين نتكلم بقيت أتكلم في الركاني، واحد قال لي انت ما تمشي له هناك ما تتكلم لنا هنا، أبو دقن جابوا لنا الشرطة أكثر من 3 مرات في مسجد الفرغان، السبب الكلام في الصوفية، في مسجد أبو عبيدة جابوا شرطة 2 مرات السبب الكلام في الصوفية، في منظمة إنسان بغادي هناك قام أخونا محمد نورين شاهد على الكلام ده، ونحن قاعدين لما قام يتكلم وبقى يجيب القصائد والأشعار بتاعت الصوفية، قام عليه دكتور مين كده ما تعرف قالوا هذه لا لا القصائد والتراهات التي يأتون بها نحن، يأتون بها نحن يا دكتور يا بليد، نحن قاعدين نجيب القصائد دي، دي مكتوبة في الكتب، مكتوبة في الكتب، لكن عشان تعرفوا يا أخوانا إنه الناس ذيل ما بيحاربوا باطل، يا الناس ذيل ما بيحاربوا أهل البدع، وربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين أغلظ عليهم، كلام الله محمد رسول الله والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف وصف الصحابة كيف، أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله أقرأ الكتب بتاعت السلف، شوفوا السلف كانوا بيتعاملوا مع أهل البدع كيف. يا أخي الإمام أحمد عليه رحمة الله، واحد خبت له الباب، خبت له الباب، الكلام ده بيروي ولده، ولد الإمام أحمد، قال فلما فتح الباب فوجده أنه فلان من أهل البدع، فتح الباب لقاه فلان، قال فرد الباب في وجهه، قف طوالي، قفل الباب في وجهه. ما في طريقة كده التعامل مع أهل البدع. الناس زي ربنا رفعهم، نحسبهم ولا نزكيهم على الله. الإمام أحمد، الإمام الشافعي كان إذا ناظر أهل البدع كأنه أسد، كأنه أسد عليه رحمة الله. كبسة يا سارة السنة، تضيعوا دينكم عشان كبسة؟ الله أنا ما عارف يعني الشغلة لو جابت لها تاني حاجات فوق الكبسة هتعمل شنو يعني. الله أنا خايف تبرك لو الكباجي تقول لا اركب اركب اركب، رحنا لعب حمار حمار، والله متوقعين حاجة زي دي. ها كبسة زي تضيع دينك. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شهاب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.